Thousands have been killed in this conflict. Over 1 million have been displaced. We know that Hamas are using innocent Palestinian children, civilians, and others as human shields. They have embedded themselves in civilian communities. Hamas care more for the opinions of their paymasters in Tehran than they do for the opinion of their fellow citizens. We know. العمل على تجنب أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الجوار. فالشعب الفلسطيني متشبث بأرضه، متشبث بحقوقه، ولن يتنازل عنها، ولن تتنازل الدول العربية عن هذه الحقوق المشروعة. It is our objective to contain the escalation. We call on the Security Council to undertake its responsibility as defined in the Charter to work for the cessation of hostilities, an immediate and sustained ceasefire, and to provide the protection for all civilians. Again, we condemn the targeting of all civilians, and we consider it imperative that the international community undertakes its responsibility to address the issues of gross violations of international humanitarian أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته من أجل مواجهة تلك الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. يجب أن دولتين لا نستطيع أن نتعامل مع حل الدولتين ونناصره بالكلمات فقط. يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقوم بهذا، لأن لديهما الموارد التي يتطلبها الأمر لتنفيذ ما تم الاعتراف به من قبل إجماع المجتمع الدولي على أساس حل إقامة الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وهذا ما نسعى إليه وما نتوقعه. شكرا. ما هي الرسائل التي جاءت بها مصر اليوم بعد قمة السلام وبعد الترحيب الدولي الكبير من الجهود الدبلوماسية المصرية في تحرير المحتجزين بالأمس؟ مصر تعمل على بكل جهد لتناول كافة أبعاد هذه القضية، القضية الإنسانية، العمل على الإفراج عن المحتجزين والمدنيين، تناول قضية المساعدات الإنسانية وضرورة استمرارها، ولكن أيضا الإطار السياسي، وهو ما سعت إليه من خلال قمة القاهرة للسلام بأن تتيح إطار يتم من خلاله التوافق على المبادئ التي يجب أن تحكم هذا الصراع، سواء كانت مبادئ متصلة بتكريس وتدعيم حل الدولتين أو كانت متصلة بالنواحي الإنسانية. سوف نستمر في هذا بالتعاون والتضامن الكامل مع أشقائنا في الدول العربية والدول الأخرى، ونأمل أن يكون هناك إدراك بأنه استمرار هذا التصعيد سوف يأتي بأثار غاية في الخطورة على المنطقة وعلى السلم والأمن الدولي. Pamela Falk from CBS News. Can you answer ministers the يمكن سيادة الوزراء أن تجيبوا على السؤال الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أين الغضب بشأن هجمات 7 أكتوبر؟ وما الذي تعتقدون أن الأمم المتحدة تستطيع فعله للسلام الدائم؟ قبل أي أحد آخر نحن أعربنا عن غضبنا من قتل المدنيين. لقد ذهبنا في اجتماع في جامعة الدول العربية واتخذنا موقف واحد، وهو إدانة قتل المدنيين. نحن مذهولون مما يحدث في غزة. 6,000 شخص قد لقوا حتفهم، نساء، أطفال، أباء، أمهات، أجداد، كلهم يعانون ويموتون تحت قصف الإسرائيلي. نحن في حاجة إلى أن يغضب المجتمع الدولي كله من فشلنا كمجتمع دولي، فشلنا في حل الصراع. نعرف جميعا أنه كان سيسوء. كلنا هنا، كل واحد يقف هنا وقادتنا، وكلنا حذرنا من أنه إذا لم نحل هذا الصراع العنف سوف يندلع، وهذا سوف يجرنا إلى المزيد من العنف. يجب أن نشعر بالغضب تجاه فشل
فشلنا أمام الفلسطينيين وأننا خذلنا الفلسطينيين والإسرائيليين ولم نعطيهم السلام الذي يستحقونه الذي يحقق حق الفلسطينيين في دولة في الحرية وضمان سلام إسرائيل ومبادرة السلام العربية في عام 2002. قلنا أننا في حاجة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل شيء واحد فقط، انهي الاحتلال غير القانوني للأراضي العربية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة. كلنا نشعر بالغضب بشأن مقتل كل امرأة كل طفل بعد النظر عن الهوية الدين الاعتقاد الجنسية، ولكن علينا أن نواجه الحقائق، علينا أن نقف عن محاولة التجنب في النظر إلى الفيل الموجود في الغرفة والحقيقة. علينا أن نتعامل مع الأسباب الجذرية وأن هذه المشكلة هي السبب الجذري لكل التوترات في المنطقة. يجب أن نشعر بالغضب بشأن هذا، ويجب أن نتذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها موت الأشخاص. كم عدد الحروب التي تم شنها في غزة، كم عدد العمليات العنيفة التي حدثت. نحن نواجه مرة أخرى نفس اللحظة التي حاولنا جميعا أن نتجنبها، نواجه الحرب تهديد بحرب إقليمية وقتل. دعونا نتوقف ولا ندع الغرب يقرر مصير الملايين في منطقتنا. دعونا كلنا نفكر بشكل منطقي، وكل العالم في مجلس الأمن يقول قد حان الوقت لحل هذا الصراع مرة للأبد، بحيث نحقق الحقوق للجميع ونتمكن جميعا من العمل معا لخلق مستقبل أفضل للشعوب العربية. ما هو الرد عن هؤلاء الذين يقولون أن وقف إطلاق النار ممكن فقط بعد إطلاق سراح الرهائن؟ وقف إطلاق النار هو أمر حتمي إنساني. نحن نواجه وضع حرج للغاية في غزة الآن. نوضح، كل ساعة ننتظر فيها المزيد من المدنيين في غزة يقتلون، المزيد يصابون، الوضع يزداد سوءا. وقف إطلاق النار ضرورة أساسية وفورية، وهذا سيسمح لنا بالتعامل مع كل المسائل الأخرى. لقد دعونا بوضوح لإطلاق سراح الرهائن، وهذا أمر ضروري بالطبع، ولكن حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية، خاصة المستشفيات والبنية التحتية الأخرى لغزة، أمر حتمي يجب أن يتم تحقيقه فورا. وتم رده من المجموعة العربية وما هي بنود هذا المشروع؟ Ministers, can I ask a question on behalf of Al Jazeera English? What are your comments on concerns? هذا سؤال بالنيابة عن الجزيرة إنجليزي. ما تأثير انتشار هذا العنف في المنطقة كلها؟ هذا تهديد حقيقي، تهديد حقيقي، تهديد يمكن أن ينتشر إلى لبنان، الضفة الغربية، ولا يرغب أي أحد منا في هذا. لكن دعونا نوقف هذا الوضع إذا لم يتم وقف هذا العنف وهذه الحرب ووقف مقتل المدنيين الأبرياء، فسوف نواجه الأسوأ. سؤال أخير لو سمحتم معاليكم، مشروع القرار الأمريكي، وهو مشروع قرار الآن باللون الأزرق وقد يطرح للتصويت في أي لحظة وربما غدا، ولا يحتوي على وقف لإطلاق النار فوري ودائم، لا يشمل أي شجب لعمليات الاغتيال التي يقوم بها المتطرفون من المستوطنين، لا يحدد الوقفات الإنسانية التي يتحدث عنها، من سيحدد هذه الوقفات الإنسانية، أمدها، توقيتها، هل سيترك ذلك الجهاز العسكري، هل مثل هذا المشروع القرار مقبول من قبل المجموعة العربية؟ وإن فشل داخل مجلس الأمن، ما هو السبيل؟ لأن الجمعية العامة قد تنعقد بطلب من المجموعتين العربية والإسلامية، ولكن نعرف جميعا أن قراراتها غير ملزمة. ما العمل حينئذ؟ تصور أن أي قرار يتم طرحه هو قابل للتداول والتفاوض حوله، وأي نجاح لقرار يعتمد على التوازن، وإذا فقد هذا التوازن ولم يتناول كافة الأبعاد القضية التي يتم النظر إليها ويأتي بحلول ناجزة وواضحة تحقق
المصلحة لطرفي النزاع والمنطقة بالكامل، فبالتالي يكون القرار قاصر. ونحن نأمل أن يطلع مجلس الأمن وأعضاؤه بمسؤوليتهم في إطار صدور قرار يعمل على تحقيق اختصاص مجلس الأمن. مجلس الأمن أنشئ لتجنب الصراع، للعمل على وقف أي تدهور للأمن والسلم الدولي، وبالتالي من المتوقع أن دائما يكون الهدف هو وقف الاقتتال، العمل على تناول كافة العناصر السياسية والإنسانية، وليس بأي شكل من الأشكال أن يكون يأتي بمبرر لاستمرار الصراع، ولإلا خرج عن ولايته التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة. واحد بس، لا أنا وعدت هنا فيما يخص المساعدات الإنسانية والضغط، يعني جميع الدول الواقفة هنا لها علاقات ممتازة مع الجانب الأمريكي، ما الذي تقومون به بشكل بخطوات فعلية من أجل الضغط على الجانب الأمريكي كي يضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب ووقف إطلاق النار؟ شكرا. كلنا منذ اندلاع الأزمة ونحن على تواصل مستمر مع كل شركائنا الدوليين بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالتنا واضحة، لا بد من وقف إطلاق النار، ولا بد من رفع الحصار، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهذه رسالة وصلت إلى الجميع بصوت واحد من الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، كلنا قمنا بمتواصل مكثف في هذا الإطار. والآن نرى بداية دخول المساعدات إلى غزة، لكن هذه البداية غير كافية، هذه الكميات لا تلبي المطلوب أبداً، والمطلوب فتح المسارات للمواد الإغاثية بدون أي قيد أو شرط وبدون تحديد الكميات، والمطلوب الأهم وهو المطلب الأساسي والمتوافق مع القانون الإنساني الدولي هو رفع الحصار، لأن فرض الحصار على غزة مخالف للقانون الدولي ولا مبرر له، ولذلك هذا هو مطلبنا الأساسي، وسنستمر في دفعه في هذا الاتجاه. شكرا لكم. شكرا.